اليوم طال عمرك طالع رحله حداق معانا بمعيه الاستاذ الكبير ابو محمد علي القيسي الحداق. اليوم بنشوفه عاد يقولون هو راعي بحر لكن ما يندرى، ما احنا ما طلعنا وياه. اليوم بنشوف بنقيض دبه وبنشوف قيضها. سلام، مرحبا استاذ فهد، منورنا حبيبي. انا اليوم بتحدى سليم وبتحدى الاستاذ جمال، واللي في خير يطلع. طال عمرك انت قد التحدي، يعطيكم العافيه. حيا الله حيا الله حيا الله كابتن. قد التحدي؟ قد التحدي؟ نعم. وقد الصال؟ نعم. اللقى؟ قد المنتج. حاليا وصلنا عند التك، طبعا وقفتنا عند التك، اللهم انه مثل ما تقول ترانزيت. نصيد لنا المياوه الحي اليمنى اللي نستخدمه حق صيد الصالة. إذا الله وفقنا اللي حصلناها اليوم، ابشروا بالخير، ابشروا بعزكم بإذن الله. قاعد ارتب الخيط و عشان ابدا من الحين لترتيب الصال. ترتيب انا وانا يوم ودا بالشطار بنشوف يا انا يا هو. بس وايد حدقت وايد. لا 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 انا اقول للاخ طارق انا بدا التحدي، واللي في الجدر يطلع الملاس، واليوم انا قابل ويا التحدي. انا ارد على اخوي استاذي تاج راسي علي القيسي، اقول له الخيره فيما يختار الله، وانا قابل التحدي ورزق بيد الله. بشر هاي احتمال كفرة او صاله. متأكد؟ كفرة والله حلوة. ما شاء الله ما شاء الله. هذا رد للأخ طارق. نعم، أول الغيث. أول الغيث قطرة وأباك ترد علي. ما شاء الله. نعم بطل بطل أعطيك أنا صورك أنت بطل. هذه من زمان ما شايفينها. ها؟ لا لا. موجود؟ يفكر هناك كذا. بابا ما الصبع ما الصبع. ها؟ ما الصبع. بطلت. وصلت الثانية أكو سليم عندك. ما شاء الله. طبعا انا كلامي اعيد واكرر للاستاذ طارق اني انا اديت الاول تجربه اشوفها لحد الان ما رد علي. ترى الوقت يفصل بينكم، الحين الوقت يمشي، فلازم انت تقول له. هذا بروح له. ايه تقول له ترى الريال سبق وعده وروح. وانت كيفك؟ اخاف يروح علي الوقت وبعدين ما يلحقني. تحياتي لك.
حزين حزين حزين. تسجل لك تسجل لك هذا. أنا قلت خفيف والله، قلت خفيف. خله الكومنتات بكتب خرابيط. خن فكيت عمرك ابو محمد. حظك نحس نحس الى اليوم مو بيومك. ضيع هذا اللي ما راضي قسمته. طبعا نهاية الرحلة هارد لك للأخ العزيز زين و 1-0 هالمرة، والنتيجة اللي صالحة للقيسي ويشكر. طبعا كانت عنده محاولات كثيرة، ولكن إن شاء الله في المرة القادمة أتمنى له التوفيق. طبعا في الختام أول شيء حبيت أبارك لأخوي علي وأقول له بيض الله وجهك، واليوم فعلا أنت في المركز الأول. ونفس ما قلت لك طلعت وناسة، مع أننا طالعين متأخرين، اللهم لك الحمد والشكر. كفاية لمتكم وشوفتكم. يلا أبوي سليم. يلا أبوي. يلا 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 لا تقعد علينا أنت، يلا الناس كلها راحت يلا. كنا متنان. تعصر طارق كانت صالة بس تحولها.